بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل أحييكم وأرحب بكم من هنا من ميدان الملك عبد العزيز في جائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، لسباقات الهجن العربية الأصيلة لعام 2020، لتنطلق هذه الأسماء، لتتواجد هذه الشعارات بحثا عن النوماس الغالي، بحثا عن الانتصار الغالي، لنصل نحن وإياكم متابعينا مستمعينا الكرام عبر قنوات البث الحي والمباشر، المستمعون عبر الأثير FM، لانطلاقات سن الجذاع وتحديات الجذاع، سن الإبداع والإمتاع، لننطلق على بركة الله، لنسير على بركة الله بانطلاقة رابع أشواط الفترة المسائية هناك، وانطلاقة شوط الجذاع القعدان، ليتقدم بمقدمة هذه الأسماء، لانطلق مع شاهين سليم بالحزمي بن قناص العامري، يتقدم وينطلق الشعار القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، الممثل لأبناء زاخر على وجه التحديد، بينما أتابع الانطلاق على المركز الثاني والاندفاع في هذه اللحظات، حيث أجد هذه الأسماء، حيث أجد التدخلات، انطلاقة هذه الأسماء، القادم والمنطلق هو شاهين. مرحبا بك يا أبو ناشي، معلى بن ناشي بن سويد الحربي، يتقدم على المركز الثاني، ياهي انطلاقه، ياهو اندفاع، ياهو مستوى، هناك وتحدي كبير ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الانطلاقات. أتابع الشعارات التي بدأت بالحضور، ينطلقون من أجل الفوز، من أجل النوماس الغالي في هذا المهرجان الغالي، ولكن تابع، تابع يا اللي تابع، تقدم من الجانب الأيمن، هناك على ما يبدو لشعار بن طحنون، يتقدم مع الجوف، ممثل لأبناء جوف بني هاجر وفلاح بن فيد بن طحنون الهاجري، المركز الثالث. تابع انطلاقة شعار الغفراني، حيث يتقدم مع شاهين وفراس بن جابر بن حمد الغفراني المري على المركز الثالث. هذه التحديات، هذه الأسماء الواضحة لنا وأمامنا، يا من تتابع ويا من تراقب للتحديات، القادمون أقوى والحاضرون أعتى، تتقدم شعارات كبيرة، تنطلق شعارات قوية. شوف القادم هناك النعيمي قادما مع شاهين ومحمد بن ناصر بن علي بن حمد، النعيمي يتقدم بانطلاقة شاهين، ينطلق على المركز الخامس، يتجاوز أيضا والآخر الأسماء، أسماء قادمة، شعارات رنانة حاضرة، ولكن العودة، العودة إلى أبو ناشي، العودة إليك يا معلى، معلى بن ناشي بن سويد الحربي، يتقدم بانطلاقة الشعار الكبير والشعار الجميل، ممثلا لأبناء القصيم، يتحرك هذا الشعار وينطلق أبو ناشي على المركز الأول بانطلاقة وبحضور شاهين. يا سلام يا سلام، هذا والتحرك وإلا فلا، يا أبو ناشي على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادم، أتابع الحاضر بن طحنون على المركز الثاني، يتقدم بشعاره الجوف 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 الجوف، يتقدم على المركز الثاني فلاح بن فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، المركز الثالث تقدم شاهين، وصل الغفراني ليتقدمون وينطلقون على المركز الثالث بتحرك شاهين، فراس بن جابر بن حمد الغفراني المري، يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الثلاث الأسماء الحاضرة على المراكز الأمامية،
المنطلقة بكل قوة بحثا عن الفوز، عن الانطلاق، عن التحدي، عن المستوى الكبير، عن التألق، عن الإبداع، عن الإمتاع. يتقدمون المنطلقون في سن الجزاع. أتابع المركز الرابع، أتابع المركز الرابع. بدأت تقترب هذه الأسماء وبدأت تنطلق هذه الشعارات. أتابع اللي على المركز الرابع تقدم وحضر شعارنا القادم وبكل قوة المتحرك. هنا شعار على ما يبدو لشعار هنا بالرشيد ينطلق ويندفع اللي تجاوز على مقدمة الشوط. ينطلق ويندفع خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. وصل عاشق سلالة شاهير، وصل وابناء هناك دولة الإمارات العربية المتحدة ليتقدمون بانطلاقة الشعار. شعار بن رشيد كبير يتحرك لحضوره اليوم خاطف النماس أول أشواط هذا المساء بانطلاقة شرارة. يتقدم وينطلق في هذه اللحظات مع أشقر، ولكن الحربي الحربي شن الحرب، شن الحرب على المركز الثاني. يتقدم على بناشي بن سويد الحربي بانطلاقة شاهين. ياهو تحدي ياهو انطلاق بن رشيد على المركز الأول. أبناء جميرة يتقدمون على الصدارة على الانطلاق الأول وعلى الاندفاع الأول. ياهو تحدي، ولكن الحربي الحربي معلّة معلّة بالناشي بن سويد. الحربي يتقدم على المركز الثاني. تابع يا ياسر، شوف معلّة ويشو قاعد يسوي في هذا المساء. يتقدم شاهين راعي الإنجازات راعي البطولات. يتحرك هذا الشعار مع شاهين، ولكن اللي على المركز الثالث المركز الثالث النعيمي. النعيمي قادم وبكل قوة يتقدم مع شاهين. محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي والمركز الرابع. انطلاقة شاهين شعار الغفراني فراس بن جابر بن حمد الغفراني المري. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه التحركات على هذه الانطلاقات. انطلق شاهين عاود أدراجه إلى مقدمة الشوط، عاود أدراجه إلى صدارة الشوط. معلى يا معلى معلى يا معلى يا بن ناشي يا بن سويد يا الحربي ويش انت ناوي؟ قل لي ويش انت ناوي يا ابو ناشي. يا سلام يا سلام. يتقدم شاهين ويتقدمون ابناء منطقة القصيم. يتحركون على المركز الاول ممثلين لابناء المملكة في هذا الشوط في هذا الانطلاق. شوف 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 بهذا التحرك بهذا الانطلاق. بن رشيد حاضر على المركز الثاني بانطلاقة يشقر، ولكن معلّة راح بالشوط راح بالشوط. يا ياسر يا ياسر راح بالشوط راح معلّة راح بهذا الانطلاق. معلّة بالناشي بن سويد الحربي يتحرك ينطلق على المركز الأول. بن رشيد على المركز الثاني. ياهو خطير ياهو خطير هذا شعار شعاري بن رشيد شعاري أبناء جميرة. يتحرك على المركز الثاني عاشق سلالة شاهين. بن رشيد خطير يا اخواني شعاره كبير، ولكن معلّة بن ناشي بن سويد الحربي راعي انجازات راعي عوايد هنا ان كان في دولة الامارات وان كان هنا ايضا بالمملكة العربية السعودية. راعي عوايد وراعي بطولات من يوم دك الشوط روح واستلم هالراس وما زال ماسك هالراس. يتقدم شاهين ينطلق شاهين معلّة بن ناشي بن سويد الحربي ينطلق على المركز الأول. اندفع أبو ناشي على المركز الأول بينما المركز الثاني بن رشيد يا أخواني خطير. بن رشيد على المركز الثاني يتقدم وينطلق هناك على المركز الثاني مع أشقر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث انطلق هنا نجد وصلوا أبناء العرفة تقدموا أبناء الطائف جاسم بن سعود بن تخيل العصيم العتيبي 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 أبناء الطائف أبناء القصيم أبناء المملكة العربية السعودية يحافظون على الفوز. روح 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 يلي تبي الفوز روح روح يلي
ليت بالنماس نجد وشاهين، شاهين ونجد، نجد وشاهين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، الرمق الأخير، الأمتار النهائية، جاسم جاسم جاسم، العصيمي العصيمي، نجد 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 نجد، ولكن محلة مع شاهين على المركز الثاني، ناجي بن سويد الحربي أتقدم مع شاهين. الفوز وين؟ الانطلاق وين؟ نجد نجد، النعيمي النعيمي حاضر، وشاهين شاهين شاهين، نجد 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 نجد، العصيمي، سلام 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 لأبناء المملكة، سلام سلامي عليك يا راعي نجد، سلام. جاسم بن سعود متخيل، العصيمي العتيبي، سلام لأبناء الطائف، سلام. المركز الثاني، شعار النعيمي على المركز الثاني، محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي مع شاهين، والمركز الثالث شاهين معلى بن ناشي بن سويد الحربي. المركز الرابع والمركز الخامس بنشوفهن مع الإعادة والتوقيت الزمني، لحظات الوصول. أعود بالتوقيت الزمني وبانطلاقة نجد وبحضوره الذي خطف نوماس هذا الشوط، جاسم بن سعود بن تخيل العصيمي العتيبي، ليحافظ على هذا النوماس هنا على أرضية هذا الميدان. التوقيت الزمني 9 دقائق. إذن التوقيت الزمني هنا، هناك توقيت نجد يا أخوي أسامة الهواري مخرجنا العزيز، مخرجنا المبدع. التوقيت نبغي توقيت نجد اللي حضر على المركز الأول، هذا توقيت العاصمة نعم في الشوط الماضي، وهذا هو الآن توقيت نجد، واضح أمامكم. 10 دقائق، ثانيتين، 78 جزء من الثانية. جاسم بن سعود بن تخيل العصيمي العتيبي مع فوز نجد بنوماس هذا الشوط، والمركز الأول. المركز الثاني، شعار النعيمي حضر على المركز الثاني، توقيته الزمني في هذه اللحظات 10 دقائق، ثانيتين، 85 جزء من الثانية. محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي مع شاهين على المركز الثاني، تهانينا والنوماس. المركز الثالث، شعار معلى بن ناشي بن سويد الحربي، من قدم مستوى وعرض كبير حتى اللحظات الأخيرة مع شاهين، توقيته الزمني 10 دقائق، 3 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والنوماس على هذا الفوز، والمركز الرابع والخامس وبقية